بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم برضو في الجزئية ديت عن إزاي إن إحنا نعمل قطاع عرضي تصميمي ونعرفه للبرنامج وندخله على القطاعات العرضية، وفي الآخر نبتدي نحسب كميات حفر وردم ما بين الأرض الإنيشال الأرض الطبيعية والقطاع العرضي التصميمي اللي إحنا عملناه. طيب في البداية كده أنا هعتبر إن أنا عندي القطاع العرضي التصميمي عبارة عن حارة أهيت. الحارة ديت عرضها 63 وملها 1.5%، وعندي الحارة ديت بيلحق بيها كتف شولدر. الكتف دوت طوله 1.5 وبي وعرضه 1.5 وميله 4%، وبرضه نفس الكلام ده هيتعمل له سيمتري الناحية التانية او ميرور بيتكرر بحيث ان دوت السنتر لاين بتاعي. طيب انا عشان ابتدي اعمل قطاع عرضي هخش في جوه قائمه كوريدورز، قائمه كوريدورز اللي هي خاصه بالقطاعات العرضيه. طيب اول حاجه هعمل المحور او الاكس بتاعي اللي انا هبتدي اربط بيه القطاع دوت. اول حاجه هعملها اسمه من كريت السيمبولي، تمام. هسمي اي هسمي المحور بتاعي ده اي اسم ايا كان واقول له اوكي، تمام. هنا بيقول لي اختار انت عايز تحط الاكس بتاعك ده فين، في اي مكان مثلا، اقول له هنا على اللوحه، تمام. اهو بقى عندي انا دوت اللي عباره عن الماركر بتاعتي اللي انا هبتدي ابني حواليها القطاع العرضي او القطاع العرضي التصميمي بتاعي، تمام. طيب بعد كده في طبعا في البرنامج طبقات جاهزه، في طبقات بيز، طبقات اسفلت، في تمبلتات جاهزه ممكن ان انا اختار اي حاجه فيهم، لكن انا اخترت الحاجه العمليه اكتر ان هو قطاع عرضي انا مصممه بالشكل دوت كده، تمام. طيب تاني حاجه بقى، عشان دي عباره عن خطوط كاد انا راسمها باللاين عادي، تمام. انا عشان احولها ل سب اسمبلي او قطاع عرضي هو البرنامج يفهمه، تمام، لازم اخش من قائمه الكوريدورز واقول له كريت سب اسمبلي فروم بولي لاين، تمام. فاختار كده الشكل دوت كده، تمام. هنا بيقول لي عايز تسمي ايه، اي حاجه برضو ايا كان. مع كده نختار الشكل ده كمان، تمام. لا والافضل كمان يبقوا الاثنين ملحقين بولي لاين ببعض عشان ما تجيش تعمل لي مشاكل. طبعا اعمل كنترول زد. طيب انا بدل ما اعرف دوت واعرف ده لوحده، لا انا هعمل الاثنين هدمجهم بولي لاين واحد، تمام، بحيث يبقى الشكل كله سيرفيس واحد او بولي لاين واحد، تمام. اختار دوت كده واكتب بي اديت، اقول له انتر انتر، بعد كده رايت كليك ونقول له جوين واربط معاه دوت انتر. طيب شايف كده بقى عندي دوت كله بولي لاين واحد، يبقى كده سهل ان انا اتعامل معاه. يبقى هنيجي من قائمة الكوريدورز تاني ونعيد نفس الخطوة دي تاني، نقول له create sub assembly from polyline، تمام، واختاره اسميه اي اسم ونقول له اوكي، تمام. هتلاحظ هنا عمل لي النقط ديت اللي هي عند الكسرات بتاعت البولي لاين. النقط ديت لازم ان انا احط لها حاجة اسمها كود، يعني انا بعد ما عرفت البولي لاين احط للنقط دي اكواد، بحيث ان انا لو حبيت استخدمها او حبيت اعدلها بعد كده او حبيت اخرجها بعد كده، تمام. تاني حاجه ان انا هعمل حاجه اسمها اورجين بوينت، اللي انا النقطه بتاعت الاكس بتاعت السب اسمبلي دي فين عشان اقدر الحقها بدوت. طب طبعا الكلام مش واضح قوي بس هنشوفه واحنا بننفذ يعني، تمام. طيب اول حاجه هختاره كده واقول له رايت كليك، تمام، واختار اللي هي موديفاي اورجين. موديفاي اورجين دي بيقول النقطه اللي انا الاكس بتاعتي فين، نقطه الاكس بتاعتي ديت ولا دي ولا دي، لا نقطه الاكس الاخرانيه ديت، تمام. فاختارها خلاص، بحيث ان انا عملت كده عليه سيلكت هلاقي النقطه الزرقاء ديت هي ديت نقطه السنتر بتاعتك او نقطه الاكس بتاعتك اللي هيتلف حواليها المحور بتاعك، تمام. طيب تاني حاجه عايز احط اكواد للثلاث نقط دول، هحط لها مثلا كود وليكن دوت مثلا سطح اسفلت، هحط لها مثلا كود اي اس مثلا على سبيل المثال. هنختارها ونضغط رايت كليك ونقول له اد كود، تمام. بيقول لي الكود بتاعك ايه، هنقول له مثلا الكود بتاع اي اس، نقول له انتر. بيقول لي اختار النقطه بتاعتك، اختارها، تمام. اهي لونها اتغير كده، ده معناها ان هي النقطه ديت اخدت كود يعني. وهنيجي نفس الخطوه ديت هنكررها مع النقطتين التانيين، تمام. هنيجي نختاره ورايت كليك ونقول له اد كود، ونكتب برضو الكود بتاعنا اي اس ونقول له انتر، ونختار النقطة، ونيجي النقطة التالتة نفس الكلام، نضغط انتر ونسميه اي اس برضو انتر، ونفس النقطة، تمام. طيب يبقى انا كده عدلت النقطه بتاعتي، نقطه التمركز بتاعتي، وحطيت اكواد للثلاث نقط بتاعت الكسرات دي عشان لو حبيت ان انا اخرجهم،
تمام. طيب الخطوه بقى اللي فاضله بعد كده ان انا الحق الكلام دوت بالسيمبولي دوت اللي هو السيمبولي اللي انا عملته وساب السيمبولي الاثنين كده متفرقين عن بعض. لا لازم ان انا الحق دوت بدوت، ما ينفعش نعمل لا طبعا موف بالكاد، لا لازم الحقهم بايه، ان انا اختار السب اسيمبلي او قطاع التمبليت التصميمي دوت واضغط عليه كليك يمين واقول له اد تو اسيمبلي يعني ضيفه للاسيمبلي، فهيقول لي اختار الماركر بتاعتك، اختار الشكل دوت تمام، هلاقيه هو لحقه بيه مباشره تمام. طيب الخطوه بقى اللي بعد كده برضو عايزين نعمل ميرور للكلام دوت، يعني دوت كده جنب واحد من الطريق، انا عايز اعمل الجنب الثاني، مفيش داعي ان انا ابتدي اكرر الكلام ده العكس، لا ممكن ان انا اختار السيمبول ماركر ديت، فاول ما اختارها هجيب لي التول بار بتاعتها دي اختار ميرور سب اسيمبولي تمام. فمجرد ما اختارها بيقول لي اختار القطاع التصميمي بتاعك، اختاره اهو، بعد كده اختار اقول له انتر، بعد كده بيقول لي اختار الماركر اللي انت هتلفه حواليه، اقول له اهو تمام. خلاص مجرد ما اختاره هلاقيه عمل لي ماشي، جيب لي المعلومات بتاعتي اللي حصل. طب هلاقيه هنا عمل لي الكلام دوت كده، اخد لي السب اسيمبلي او القطاع التصميمي دوت، حطه الميرور بتاعه العكس تمام. يبقى انا كده انتهيت من ان انا اعمل قطاع عرضي تصميمي تمام. طيب في خطوه اخرانيه، الخطوه الاخرانيه دي اللي هي الميول الجانبيه تمام، بحيث الميول اللي هيربط بيها على السيرفيس بتاعه الارض، بحيث ان الطريق بتاعي او سطح الطريق بتاعي مش هيبقى متعلق في الهواء كده، لا لازم يبقى في ميول جانبيه من هنا ومن الناحيه الثانيه. الميول ديت اللي هي طولها وهيزيد على حسب مناسوب الارض الطبيعيه اللي حواليها. طيب انا عشان اضيف دي لايت او ميل جانبي تمام، هختار من قائمه كوريدورز اقول له سب اسيمبلي تولز باليت تمام، وهاجي في الديلايت، الديلايت التبويب الديلايت، طبعا شايف حضراتكم شايفين كل دوت حاجات كلها تمبلتات تصميميه ممكن انا اختار اي منها استخدمها يعني تمام. طب هاجي في الديلايت واختار ديلايت ديلايت جنرالز اللي هي ديلايت جنرال، هي ايه اللي هي الديلايت اللي احنا او الميول الجانبيه اللي احنا هنحتاجها. طيب اول لما اختارها هجيب لي الاعدادات بتاعتها هنا تمام. طيب انا بس كل اللي يهمني ان انا اكتب الميول بتاعتي في الحفر في الردم، يعني في حاله الحفر عايز الميل بتاعي يبقى قد ايه، وفي حاله الردم برضو عايز الميل بتاعي يبقى قد ايه. انا هنا عندي الميل بتاعي 1:2 في حاله الحفر، وعندي يبقى 1:2 في حاله الردم. موافق على كده اقول له اجي هنا على الحدود بتاعتي واختار هنا تمام، واجي على الناحيه الثانيه برضو واختار هنا. لا عايزها تعمل لها ميرور، يبقى نقفل ديت عشان كده الاثنين اتجاه واحد، هنختار دي كده ونعمل لها ديليت، وممكن نختار الجنب ده ونعمل له ديليت. طيب هنا الميل بتاعي 1:6 مش 1:2 سوري، عايزين نعدله ممكن كليك يمين ونقول له بروبرتيز، ممكن نخش في البارامترز نعدل اللي احنا عايزينه اهي، فين 1:6 اهي 1:6، ممكن نخليها 1:2 ونيجي في التانية 1:6 التانية اللي هي في حالة الرد، دي خلاص في حالة الحفر مفيهاش مشكلة اهي، دي بقى اللي هي في الفلات كات سلوب اللي هي في حالة الحفر ديت هتبقى برضو 1:2 تمام. يبقى احنا كده عدلنا 1:2 في حالة الحفر و1:2 في حالة الرد تمام، نقول له خلاص اوكي. طيب يبقى انا كده عدلت الميول بتاعتي 1:2، اعمل الكلام ده ميرور من اول وجديد، اختار الاسيمبولي ماركر واقول له ميرور تمام، وابتدي اختار كل الحاجات التصميميه اللي انا عملتها كده واقول له انتر، بعد كده اختار الاسيمبولي ماركر بتاعي، مجرد ما اختاره هلاقيه عمل لي هو ميرور للشكل بتاعي. وكده يبقى انا انتهيت من الشكل التصميمي بتاعي اهو، الحارات بتاعتي بالاكتاف بالميول الجانبيه بتاعتي في 1:2 في حاله حفر وفي حاله رد. طيب بعد كده خلاص مجرد ما انا اخلص من تعريف التصميمي هبتدي اعمل لها حاجه اسمها كوريدورز. كوريدورز دوت عشان ابتدي اضيفه على القطاع العرضي التصميمي بتاعي، القطاع العرضي بتاع الارض الطبيعيه بتاعتي. فحاجه هنا من كوريدورز اقول له كريت كوريدورز تمام، فهنا بيقول لي اختار الالاينمنت بتاعك، ممكن نيجي هنا ونختار الالاينمنت اهو
تمام. مع كده بيقول لي اختار البروفايل اللي هو القطاع التصميمي، القطاع الطولي التصميمي، هتقول له اهو. بعد كده هلاقي هنا بيقول لي اختار بقى القطاع العرضي التصميمي بتاعك. طبعا لما اختاره هتعامل بيه الاسمبلي ماركر، تمام. مجرد ما اعمل دي كده خلاص هقول له هيجيب لي البوكس دوت، هقول له سيت تارجت اول، وهاجي من هنا هدي له سيرفيس واحد او بتاع الارض الطبيعيه اللي انا عامله له، واقول له اوكي. اوكي هنا اهو بيحمل خلاص كده انتهى من عمل الكوريدورز بتاعي. حتى هتلاحظ هتلاقي عمل لك شكل الكوريدورز بتاعك على الالاينمنت او شكل التمبليت بتاعك. طيب انا عايز بقى اشوف القطاع العرضي دوت على القطاعات العرضيه بتاعتي هنا اهو، يعني دوت اللون الاخضر دوت زي ما اتفقنا من المحاضره اللي فاتت ان ده بتاع الارض الطبيعيه. عايز بقى اشوف القطاع التصميمي بتاعي عامل ازاي عليه. القطاع التصميمي هتجيبه منين؟ هتختار اي واحد من القطاعات العرضيه، تمام. هنا هجيب لك القوائم بتاعتها، ممكن تختار ديت سيمبل مور سيرفيس، تمام. هنلاقي هنا الكوريدورز بتاعتنا اللي احنا عملناها ظهرت، هنقول له اد، وبعد كده نقول له اوكي. اهي نزلت، هتلاقي هنا كل القطاع العرضي التصميمي بتاعي اللي باللون الازرق اهو نزل، والميول الجانبيه برضو بتاعتي اهي نزلت بنفس الكلام اهو. بص هنا نشوف حته طب غويطه شويه اهي، عليها اهو القطاع العرضي التصميمي بتاعي اهوت، والميول الجانبيه، وكل النقط ديت بتاعتي ليها اكوادها اللي هي اللي انا كودتها لها اي اس ما عدا الجناب اللي هي اخر حاجه، تمام. طيب يبقى كده، يبقى انا شفت ازاي ان انا اعمل القطاع العرضي بتاعي اهو بالشكل دوت كده، تمام. يبقى ادي القطاع العرضي بتاعي والميول الجانبيه بتاعه قطاع التصميم بتاعي. طيب وبكده يبقى احنا شفنا ازاي ان احنا نعمل قطاع تصميمي ونعرفه ونضيفه للقطاعات العرضيه. طيب اخر حاجه بقى فضلنا نتكلم فيها عن موضوع الكميات، ازاي ان انا احسب كميه اللي انا هحتاجها، سواء كميه ردم في الحاله ديت او كميه حفر في حاله تانيه مثلا، وليكن في حاله زي كده كميه الحفر وكميه الردم بتاعتي هتبقى قد ايه. طيب هنشوفها دي منين؟ هنيجي هنا من كوريدورز، تمام. لازم كوريدورز ده نعمله سيرفيس يعني، فهنيجي هنا من كوريدورز دوت ونضغط عليه كليك يمين ونقول له بروبرتيز، وهنيجي هنا من السيرفيس بتاعه هنضغط هنخش في التبويب اللي هو بتاع سيرفيس، ونيجي على الكريت سيرفيس كوريدورز، وهنيجي هنا من الداتا نقول له اد. بعد كده نخش في الباوندرز بتاعي، نيجي عليه ونقول له اد اوتوماتيكلي، نختار الدي لايت، تمام، ونقول له اوكي. هلاقيه عمل لي سيرفيس سموهولي كوريدورز دوت اللي هنضيفه عشان نبتدي نحسب الكميات منه. طيب هنخش هنا في السيرفيس او هتلاقي عمل لك سيرفيس اسمه كوريدورز. طيب لازم نضيف السيرفيس دوت برضو للقطاعات العرضيه بتاعتي، فاختار اي قطاع عرضي واقول له سيمبل مور سيرفيس سورس، اسف، هلاقي السيرفيس بتاعي اهو، هنقول له اد، ضيفه هو كمان، وقول له اوكي. فهتلاقيه هيضيف لك السيرفيس بتاعك دي برضو القطاعات العرضيه. بعد كده نشوف بقى نحسب الكميات ما بين السيرفيسين ازاي. طيب عشان احسب بقى الكميات بتاعتي، تمام، هنخش من قائمه سيكشنز ونقول له كومبيوت ماتيريال، تمام، بعد كده نقول له اوكي. طيب بعد كده هنيجي اسف احنا اخترنا ماتيريال، لا هنيجي هنا من ثواني بس يحمل. هنيجي من سيكشن ونقول له كومبيوت ماتيريال، تمام، بعد كده نقول له اوكي. هنخش من سيكشن ونقول له كومبيوت ماتيريال، تمام، نقول له اوكي. جميل، هنا دي الماتيريال لسه احنا مش عايزينها، هنمسحها كده، نقول له ديليت من هنا، تمام. بعد كده نقول له امبورت انذر، بس قبل ما نقول له امبورت نختار هنا الطريقه اللي هيبتدي يحسب لي من كميه، نختار هنا كومبوزايت فوليوم اللي هو طريقه الكومبوزايت، جميل. بعد كده نقول له امبورت،
تمام، ونختار من هنا earthwork. earthwork اللي اعمل اللي هي اعمال الحفر والرب. طيب هنيجي هنا نختار هنا السيرفيسين بتوعي، هنقول له هنا الاكزيست جراوند اللي هو الارض الطبيعيه، تمام، هنقول له سيرفيس واحد، تمام، والديتم بتاعي اللي هو هيحسب عليه اللي هو السيرفيس الثاني، ونقول له اوكي، تمام، بعد كده نقول له اوكي كده يبقى هو حسب الكميه بتاعتنا. طيب عشان بقى نبتدي نطلع جدول بالكميات على اللوحه بتاعتنا، شو نشوف هنجيبها منين، هنخش من سيكشن، تمام، ونقول له اد تيبل، بعد كده نقول له توتال فوليوم، تمام، زي ما هو كده، نقول له اوكي، ونختار اي مكان على اللوحه عشان يحط لي فيه جدول الكميات. هنخش كده هنلاقي جدول الكميات بتاعتي عندي بالمنظر دوت كده، كل سيكشن بكميات الحفر او الردم فيه قد ايه، يعني هنلاقي هنا الجدول بتاعي في السيكشن ومسطح الحفر ومسطح الردم وكميه الحفر وكميه الردم والتراكمي اللي عليه، تمام، بحيث نشوف الكميه التراكميه كلها في النهايه خالص في اخر جدول، هلاقي هنا كميه الحفر التوتال قد ايه وكميه الردم التوتال بتاعتي قد ايه. وبكده يبقى احنا شفنا ازاي ان احنا نحسب كميات الحفر والردم ما بين السطح التصميمي وسطح الأرض الطبيعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.